شن هي الغزوة اللي غزوها هلج بروسيا وسموه مال ديسمبر عليها؟ يوه يا زحزيح، ذكرتني بجداني. حقول هذه تفوت على أبوي، أنا بعصي. شن هي ملالي؟ وين ذكرتس بجدانس؟ ملحق عليهم أنتي؟ شرها علي أنا اللي هاد دماعيني وطفوحك أنت وابوك وقاعدة مقابلتك المهبول. راح انقلع الشلاش، ماني فاضية لبربرتك. شلاش فرقة شوفته. خلاص خلاص اسلمي يا يمه. لا بالله ما تصير، وماني متفرغة لك لا هالحين ولا العصر ولا بالليل. ها عجل متى؟ ما ادري، يمكن بكرة. انقلع. خير خير، انا اعرف شلون ومتى. ايش قلت؟ ما سمعتك. ادعي لك بطولة هالعمر يا طلقة. يعني كن امك جابت ولد وعرفت تربي يا زحزيح، تدعي لي يا حبيبي بطولة العمر؟ بس هم ربي بيطول بعمري غصب عنك وعن ابوك وعن عبيد. يا ملالي. يمه بسم الله الرحمن الرحيم. الودع اللي يودعك، ليه واقف على راسي ومقعدني من النوم؟ يمه ما علمتيني سالفة الغزوة، وليه سموه مال ديسمبر؟ لا حول ولا قوة الا بالله. وتبيني اعلمك هالحين وتو ما شق النور يا ولدي؟ يمه الموضوع ما هو هين، طير النوم من عيني. طيب اصبر خلنا اغسل وجهي اسولف لك. لا بالله ما تتحركي من مكانك الا وانت معلمتني السالفه كلها. طيب طيب اقعد. اسمع يا ولدي، هاك السنه سنه 1750 كان يا مكان في قديم الزمان. ايه عجزنا ان ندور على حرامي المدينه يا شلاشوف يا مساعدي. صدقت يا عمي. ماني بعمك يا مال المولية، انا النبيل عبيدوف ابن حسن الطباعوف العقروبسكي، بس بروسيا سنه 1750، فهمت؟ طيب يا النبيل عبيدوف، ولو ان نص سالفتك غلط. كيف تخطيني يا شلاشوف؟ هذا وانا معزبك؟ سنة 1750 بروسيا المفروض يلقبونك الادميرال عبيدوف. النبيل ما هو بهنية. اجل وين؟ اش عليك وين؟ المهم الحين لمتى واحنا ندور بهالسكيك؟ حرامي المدينة المجرم احمدوف ولد بدردجة نيكولاي جاري البحث عنه حسب أوامر الإمبراطورة طلقة بنت عودة هوفا